الإيرانية، أما السوريون فلا بواكي لهم، 70 قتيلا هو نصف معدل القتل اليومي في الشباب السوري منذ 3 سنوات. ورغم ذلك يكشر الغرب عن أنيابه وحالفه بوتين لا لإسقاط رئيس متوحش قتل نحو 150 ألف سوري، بل من أجل تحسين شروط القتل والتخفيف من واقع السكين على رقبة الضحية من خلال قرار دولي يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين والمشردين داخل سوريا. ورغم أنها سابقة بالنسبة لمجلس الأمن مع القضية السورية، إلا أنها كانت لافتة وشاذة إذا ما قيست بنظيرتها الأوكرانية. إذن مشاهدينا، لمناقشة القرار الدولي وتداعياته إلى جانب عدد من التطورات الميدانية والعسكرية في درعا وعلى صعيد قيادة الأركان وعزل اللواء سليم إدريس، يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو وهو العميد المنشق الدكتور إبراهيم الجباوي، وأيضا ضيوفي عبر الهاتف السيد يسار عوير رئيس رابطة الجرحى السوريين، والسيد أصيل عبد الله ينضم إلينا لاحقا وهو مدير المركز الإعلامي من لندن. أولا أرحب بك سيدي العميد إبراهيم الجباوي. إذن البداية معك سيدي، وسؤالي هنا عن أزمة أوكرانيا مؤخرا، يعني هل نستطيع أن نكتشف من أزمة أوكرانيا التي قتل فيها 70 شخصا أدت إلى تهديد بوتين و150 ألف وما يزيد عن ذلك من قتلى وشهداء يوميا يسقطون في سوريا، لا يتطلب الأمر سوى قرار دولي من أجل المساعدات؟ مساء الخير، مساء الخير للسادة المشاهدين، الرحمة لأرواح الشهداء السورية الأبرار والشفاء إن شاء الله للجرحى والمصابين والحرية للمعتقلين. بالنسبة لمظاهرات كييف واحتجاجات كييف الأخيرة في أوكرانيا، إنما هي دليل قاطع على مراوغة إجحاف المجتمع الدولي برمته اتجاه ما يحدث في سوريا. في أوكرانيا هناك شعب واحد لا طوائف، في سوريا هناك طوائف وهناك ملل وهناك ديانات متعددة أخذوها حجة على الشعب السوري كي لا يساعدوه من أجل أن يحفظوا أمن إسرائيل لمئة سنة قادمة. الحجة الآن في سوريا أن هناك جماعات متطرفة أو جهاديين. في أوكرانيا حينما حاول لافروف التبجح وقال أن هذا العمل عمل مسلحين متطرفين إرهابيين، بما معناه همسوا بإذنه وقالوا له عندما تتكلم هذا الكلام سينطبق هذا على الشعب السوري حينما يراد حل مشكلته. لذلك عليك الصمت، علاوة على أن هذه الاحتجاجات على القاصرة الغربية لروسيا هي تهدد عرش القيصر الروسي لا شك، يعني وكان الخوف من ذلك، لذلك التزم الصمت لافروف وبوتين وتم حل مشكلة أوكرانيا ب70 قتيلا من خلال تدخل الاتحاد الأوروبي وتكشيرة أوباما من بعيد لبعيد. نعم، لكن اتفاق كييف وانكسار بوتين وحلفائه، ألا يكشف ذلك مدى زيف الادعاءات التي تتحدث عن أن أمريكا تخشى من روسيا أو لا تستطيع الضغط عليها أو توجيهها نحو أجندات معينة؟ لا، هذا حكي غير صحيح، لأنه بدلالة أنه بالأمس حينما أرادت أمريكا أن تمرر قرار مجلس الأمن للناحية الإنسانية باتجاه الشعب السوري، لم يكلف أوباما إلا أن اتصل التليفون ببوتين ومرر القرار. أمريكا، نحن نعرف والعالم كله يدرك أن نحن في مجتمع في عالم يتميز بالقطب الواحد، ليس هناك قطبين كما كان على أيام الاتحاد السوفيتي. نعم، لكن ألم تثبت الثلاث سنوات الماضية سيدي من أزمة سوريا أن سياسة القطب الواحد قد تهدمت أمام تعددية قطبية؟ يعني روسيا، يعني هناك معلومات تشير على أن أمريكا تعمل لها ألف حساب. يعني المتابع للشأن السوري وللتصرفات الأمريكية تجاه هذا الشأن والتصرفات الروسية والإيرانية تجاه هذا الشأن يدرك جليا أن هناك اتفاق ضمني بين روسيا وأمريكا تجاه ما يحدث في سوريا. دخلت على خط هذا الاتفاق إسرائيل وإيران،
لذلك الأمر متفق عليه بين هذه الدول الأربع، لا سيما القطبين كما يقال روسيا وأمريكا، متفق عليه. تارة تأخذ زمام الأمور روسيا، وتارة تأخذها أمريكا، وفرنسا وبريطانيا تلعبان في 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 الملعب الميدان ما بينهما. هل نستنتج من حديثك سيادة العميد إبراهيم يعني بأن الغرب يمارس سياسة النفاق يعني تجاه السوريين وتجاه العرب؟ يعني بوتين يلتزم باتفاقيات معينة تخدم الغرب في منطقتنا، بالمقابل يقدم الغرب امتيازات وأدوار معينة في المناطق التي يريدها. هناك تبادل للأدوار والخدمات وفقا للمصالح. يعني لا أقول نفاق، إنما أقول مصالح كما تفضلتي. الغرب وأمريكا تحديدا، وأعلنها أوباما أعلن قال الأمن القومي الأمريكي حينما يهدد سنتدخل، ولاحظنا كيف تدخل حينما هدد الأمن القومي الأمريكي باستخدام بشار الأسد الكيماوي في سوريا. وبالتالي لم يكلف أوباما إلا تكشيره بوجه بشار الأسد وسلمه السلاح الاستراتيجي، تنازل عن سيادة الدولة الذي كان يتغنى بها وسلمه السلاح الاستراتيجي الكيماوي. نعم، لا أعرف إذا كان السيد يسار عوير يعني سينضم معنا عبر الهاتف عندما يجهز. يعني نستكمل معك، يعني اتفاق بوتين أيضا، هل يمكن أن نستشف منه بأن واشنطن يمكنها أن تفرض أجنداتها، يمكنها أن توجه روسيا نحو مصالح وغايات تسعى إليها؟ لا شك أنه بوتين هو تلميذ أمريكا المقرب منها، كل العالم يدرك ذلك، وهو يريد أن يتربى على عرش القيصرية الروسية من خلال تبادل الأدوار هو وصديقه رئيس وزرائه ميدفيديف، حين يكون هو رئيس وزراء وحين يكون رئيس الاتحاد السوفيتي. لذلك هذا وأمريكا قضت البصر عنه، وفي أحداث الشيشان كان لنا أكبر مثال حينما استخدموا أبشع أنواع القوة. لنعود إلى أوكرانيا لو سمحت لي. أن تصريحات السلطات الأوكرانية في اليوم الأول والثاني للاحتجاجات الأوكرانية، وخاصة في فض اعتصام كييف، لاحظنا أن هذه التصريحات هي حرفيا منقولة كما كان يصرح فيه النظام السوري في بداية الاحتجاجات بدرعا. دليل على أن هذه التصريحات هي منبعها روسيا، هي التي كانت تلقن هذه السلطات، ومعروف كم هو مقرب الرئيس الأوكراني من روسيا وهو حليف استراتيجي لروسيا. لذلك حينما استخدم هذه التصريحات ولم يفلح فيها، واستمر الشعب باحتجاجاته العنيفة، وتم كما تفضلت تكشيرة أمريكية مع تكشيرة غربية، أدركت روسيا أن عليها الانسحاب والهمس لدى الرئيس الأوكراني بأن يغادر ويترك السلطة لمن احتج عليه. هذا الدليل على أن روسيا هي التي تقوم بهذا الدور في المنطقة وفي بعض بلدان العالم بموافقة أمريكية، لأن لولا ذلك لم ترضى أمريكا. حينما رفضت أمريكا هذا التدخل في أوكرانيا تراجعت روسيا فورا. وهنا عندما تقول أمريكا لروسيا ابتعدي، وكما لاحظنا أيضا في الحرب الأفغانية، في الحرب العراقية، في الحرب الليبية، كل من خارج مجلس الأمن لم يتخذوا أي قرار في مجلس الأمن، كله كان خارج مجلس الأمن، وكان تدخل العسكري الأوروبي الغربي الأمريكي من خارج مجلس الأمن. لذلك لو أراد الغرب وأمريكا أن يتدخلوا لحل الأزمة السورية كانت تدخلت من خارج مجلس الأمن، كما فعلت حينما دوحت بالعصا أيام الكيماوي الذي استخدمه بشار الأسد ضد الشعب. يعني أمريكا تمسك العصا من المنتصف، هي على مسافة تفصلها ما بين النظام وبين الثورة السورية. في البدء كانت مع ثورة هذا الشعب الذي طالب بالحرية والإصلاح، ومن ثم يعني من يراقب الوضع الدولي والسياسة الدولية يراهن على أنها تمسك العصا من الوسط. لماذا لا يتم الضغط على روسيا من أجل يعني حل الأزمة السورية؟ أنا أعتقد أنه الأزمة السورية لم تنتهي من وجهة نظر الأمريكي بعد. أمريكا تبحث عن مصالحها، هي تريد أن تقضي على ما تسميهم الجهاديين والقاعدة بشكل عام والمنظمات التي تصنفها إرهابية. دون أن تخسر لا دولار ولا جندي. لذلك هي عندما
نشبت الأزمة السورية على غرار على خلفية الاحتجاجات التي ظهرت في درعا واستخدام السلاح من قبل النظام على أشده، لقت أمريكا هذه الأرض الخصبة للقضاء على ما تسميه الإرهاب. نعم. والجماعات المتطرفة المسلحة، لذلك استخدمت سمحت وهمست بأن يدخل إلى سوريا كافة جهاديين تحت عنوان الجهاد. نعم. وسمحت لحزب الله والميليشيات العراقية بعد أن أشاع النظام بأن الحرب طائفية. نعم. سمحت لحزب الله والميليشيات العراقية وقوات الحرس الثوري الإيراني أن تدخل للدفاع عن الطائفة العلوية، وسمحت للجهاديين بأن يدخلوا بالدفاع عن إخوانه المسلمين في سوريا ضد الطائفة العلوية، حتى أججت هذا الموقف ظنا منها أنها تستطيع أن تبيد الجهاديين من جهة وحزب الله من الجهة الأخرى. نعم، هذا بالنسبة للسياسة. ماذا عن الأمور الميدانية الإنسانية بالنسبة للشعب السوري؟ كيف سيستقبل قرار دولي تأخر بعد مضي 3 سنوات من مشاهدة الدمار، من مشاهدة نزيف دماء السوريين؟ كيف سيستقبل الشعب السوري هذا القرار وهو يرى رئيس أوكرانيا يعني يتنحى ب10,000 متظاهر؟ قرار الإنساني؟ نعم. استقبلوا اليوم بمدينة أطمة شمال سوريا بتفجير مروع راح ضحيته العشرات رسالة من النظام للمجتمع الدولي كله، نحن لا نأبه، كما كأنه يقول لهم نحن لا نأبه بما تفعلون وما تصرحون وما تصدرون من قرارات، نحن نفعل ما نريد. من قال لكم أو لغيركم أو لأي إنسان أن النظام سينفذ هذا القرار؟ نعم. القرار لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أي إجراء عقابي يتخذ بحق النظام إذا لم ينفذ هذا القرار. نعم. إذا أنتقل الآن إلى السيد أصيل عبد الله رئيس المركز الإعلامي في درعا. سيدي، قبل البدء عن الحديث عن أهم وأبرز المستجدات الميدانية والعسكرية في درعا، هل لك أن تطلعنا يعني استكمالا لحديثنا مع سيادة العميد إبراهيم الجباوي، القرار الذي صدر من مجلس الأمن وهو قرار إنساني يعني يتيح فتح ممرات إنسانية وعبور مساعدات إلى الشعب السوري، هل ترى بأن هذا القرار جاء في موعده خاصة بعد فشل جنيف 2 أم أنه تأخر كثيرا؟ السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم. أهلا بك. يعني بداية هذا القرار من ناحية الزمان فهو متأخر جدا، يعني نحن نتكلم عن ثورة ابتدأت منذ 18 آذار بال2011. نعم. أي مضى عليها 3 سنوات، فشرد ما يقارب الـ 12 مليون من سكان سوريا، قتل ما يقارب 250 ألف، استشهدوا نتيجة لحقد وإجرام هذه العصابة. نعم. سيدي، أتمنى أن تشاركنا أيضا في محورنا الآخر وهو عن سياسة البراميل المتفجرة على درعا، والآن أعود إلى العميد إبراهيم، يعني هل ما كان يحتاجه السوريون من المجتمع الدولي قرار إنساني خالي من أي تدابير من أي عقوبات؟ من سيلتزم به وما الفائدة إذا لم يلتزم النظام به؟ يعني أصلا القرار صدر ضعيف. نعم. بما يدرج في بث القرار، يعني هو القرار يناشد الحكومة السورية النظام بشار الأسد أن يسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. نعم. لا يلزمه، يناشده، لا يأمره أمر، لذلك القرار ضعيف أصلا، ومن ثم لا يأتي على أي عقوبات إن لم يفعل ذلك بشار الأسد. نعم. وبالتالي هو بشار الأهم من ذلك أن هذه المساعدات الإنسانية ستسلم للسلطات السورية، لا يقوم مندوبي من الأمم المتحدة على توزيعها. نعم. هذا هو نص القرار، وبالتالي سيتسلم بشار الأسد وعصاباته المواد الإنسانية الإغاثية ويوزعها على مؤيديه وجيشه. نعم. هل هناك ملامح لصفقة روسية أمريكية يعني نستشفها من خلال هذا القرار الإنساني؟ هو منذ اليوم الأول للاحتجاجات السورية ودخول أمريكا وروسيا على الخط استشفينا أن هناك صفقات، وليست صفقة روسية أمريكية غربية روسية غربية شرقية روسية، حتى إيران فاوضت على حساب المشهد السوري. نعم. إيران فاوضت على النووي تبعها على حساب المشهد السوري، وبالتالي هناك صفقات بين إيران والمجتمع الغربي، بين روسيا والمجتمع الغربي، بين إيران وروسيا من جهة، بين السعودية وأمريكا. نعم. كل هذا على حساب الدم السوري. هذا الذي لا يبقى. نحن نقول
أن إسرائيل هي العائق الوحيد أمامنا الآن، وهي التي تمنع أي حل للأزمة السورية. عندما ترغب إسرائيل بحل الأزمة السورية ستوعز، أقول ستوعز وأنا أعرف ماذا أقول، إلى روسيا بالدرجة الأولى وإلى أمريكا بالدرجة الثانية، كفى، بكلمة كفى، وسينتهي كل شيء في سوريا خلال 24 ساعة. هل نحن أمام فصل جديد من الإلهاء واللعب برأيي العام؟ طبعا أكيد أمام فصل جديد من الإلهاء واللعب، وخاصة فيما سرب في اليومين الماضيين من أن هناك زحف من درعا باتجاه دمشق، وهذا ليس له أي صحة من يعني حتى يعني استشاط النظام وهجم هجمته المسعورة مؤخرا خلال الأيام الماضية على درعا، يوبلها يعني يمطرها بوابل من البراميل المتفجرة، راح ضحيتها المئات من الشعب السوري في هذه المحافظة. نعم. وكلها مجازر، يعني في كل برميل يسقط لا يقل عن 25 نعم. مواطن. وربما سيدي هذا سيكون محور حديثنا، لكن بعد هذا الفصل مشاهدينا فصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الحديث.